مامة فادي، بس عايزين نعرف قصة فادي بالتفصيل، وعايزين نعرف تحركات حضرتك وتحركات والده لحد دلوقتي ايه. انا والدة فادي مصطفى السعيد. فادي شاب في معهد السينما، طالب في معهد السينما، عنده 19 سنة. فادي في سنة تالتة. يوم 9/9 اللي هي يوم احداث السفارة، فادي كان عنده تصوير وهو بيسلم شغله، تم القاء القبض عليه من بعض عناصر الامن التابعة لمديرية امن الجيزة، اللي ضربوه سحلوه على الارض وسرقوه وسلموه للجيش. خلال ساعات بعد وصول فادي للنيابة العسكرية سين 28 في مدينة نصر، تم التحقيق معاه بدون وجود محامي، وتم صدور قرار بحبسه لمدة 15 يوم وتحويله سجن طرة. فهو بقاله شهر دلوقتي في سجن طرة بعدة تهم، منها حجازة متفجرات، الإضرار بالاقتصاد الوطني، تعكير الصفو العام، الاعتداء على المنشآت الخاصة ومنشآت دبلوماسية، وقائمة طويلة من التهم اللي يعني يستاهل عليها 120 سنة سجن يعني، ومحتاجة كتيبة تقوم بيها. احنا طبعا النهاردة موجودين في معهد السينما، المعهد بطلبة طلبة المعهد والأساتذة والفنانين الكبار اللي بشكرهم على تشريفهم، بيدعموا قضية فادي لأنه هو واحد منهم، وأنه مفروض ده حق السينمائيين، حق الإعلاميين، حق المبدعين أنهم يكونوا موجودين ويشاركوا في الأحداث وفي تغطيه. حضرتك هتحاول أن أنتوا تضغطوا بشكل أكتر غير الاعتصام مفتوح الإضراب عن الدراسة؟ دلوقتي إحنا واصلين للاعتصام والإضراب عن الدراسة، لكن في فكرة تطوير الفكرة للإضراب عن الطعام، في فكرة أنه في وفد هيطلع من المعهد ومن نقابة السينمائيين يقابل المجلس العسكري، في محاولة لجذب بعض الفئات الإعلامية الأخرى لمساندة هذه القضية. طب يعني احنا سمعنا الأستاذ خالد يوسف بيقول ان هم عايزين نشارك وهتبقى في وقفة في المهرجان وكده بالتيشيرتات، عايزك تبقى موجودة في المهرجان برضو في ضمن الوقت؟ والله لسه محتاجة اعمل تنظيم معاهم لانه ده هيبقى في اسكندرية، فلسه ما نظمتش المسألة دي معاهم. ماشي، شكرا. بنشكر حضرتك. شكرا ليك جزيلا. شكرا حبيبي.